أنه هذه تجربة جديدة علي أنا كشاب فلسطيني من غزة، حابة أشوف إشي جديد، كيف ممكن الإنسان يطور نفسه، كيف ممكن الإنسان يستفيد ويفيد كمان، خاصة في الظروف اللي إحنا بنعيشها في غزة في ظل حصار وظروف سيئة جدا. على شك أنا بحاول اليوم أتعلم وأنصح كمان غيري وأرشدهم على أنهم يجوا يستفيدوا ويشاركوا في هذا المخيم إن شاء الله. مخيم يقظة فكر يتطرق لعديد من المسائل، مراوحة بين الجانب الفكري، الجانب الشرعي، الجانب السياسي، الاقتصادي، فهذا شيء مهم جدا واهتم بالمجال هذا لمدة طويلة. مخيم يقظة فكر إن شاء الله رح يعني أنه اجتماع مع أشخاص يعني يكون على اطلاع بأفكار جديدة ممكن نحن إن شاء الله نطبقها بسوريا. إن شاء الله يكون مخرجات المؤتمر يقظة فكر المخيم مخرجات طيبة، نوصل رسالة إيجابية للمجتمع اللي عايشين فيه إحنا كشباب في اليمن أو شباب الوطن العربي. إيش الحركة الفكرية؟ إيش اللي نقدر نستفيد نحن كأفراد شعوب من هذه الحركة الفكرية؟ فكرة المخيم في حد ذاتها أصلاً جديدة، يعني مش زي أي كورس أو دورة بنحضرها، لا حاجة جديدة وجديدة جداً يعني ومفيدة، والحاجة اللي الواحد بيفكر فيها. شارك في المخيم الثاني لأخذ فكر هو نجاح المخيم الأول اللي كان بعد الثورة ومشاركة العديد من الدول العربية فيه وخاصة من الدول الربيع العربي.